طيب ده بدل التسجيل اللي عملته في الريفيجن، علشان بتاع الريفيجن للأسف ما تسجلش مظبوط. دي المحاضرة بتاعت الليد اوبتمايزيشن. المحاضرة بتاعت الليد اوبتمايزيشن كانت متقسمة 3 حاجات. أول حاجة مولكولار مانيبيليشن، أول حاجة مولكولار مانيبيليشن، تاني حاجة الجزء بتاع الايزوستيرز. دي الطرق بتاعت الليد اوبتمايزيشن، المولكولار مانيبيوليشن والايزوستير، وتالت حاجه كانت هي برو دراجز اللي خدتوها في ليكتشر 11. تمام كده، يبقى هما 3 حاجات. الجزء بتاع المولكولار مانيبيوليشن فيه 6 حاجات عايزين نعرفه، 6 حاجات عايزين نعرفه. ايه هما ال6 حاجات دول؟ يا اما انا بضيف نيو سبستيتوينتس، بغير سايز اند شيب، يا اما بعمل رينج فاريشن، يا اما بعمل ستراكشر سمبليفيكيشن، يا اما ستراكشر ريديفيكيشن، يا اما اوبستراكتيف جروبس أو ستيريك شيلدينجز. هنمر على ال6 حاجات دي، بس قبل ما نمر احنا عايزين نفهم احنا بنعمل ليد اوبتمايزيشن ليه اصلا، يعني احنا غرضنا في الليد اوبتمايزيشن اصلا ايه. الليد اوبتمايزيشن اللي هو عنوان المحاضره ده بيبقى علشان احسن اما فارماكوكيناتيك بارامترز او فارماكوديناميك بارامترز. فارماكوديناميك يعني ايه؟ يعني انتراكشن مع التارجت، انتراكشن with target. طب الفارماكوكينيتكس اللي هي الادمي، الابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اليمينيشن. عشان كده معلوماتنا عن حاجه زي الميتابوليزم من محاضره الميتابوليزم هتفيدنا برضو في الجزء بتاع الليد اوبتمايزيشن. كل حاجه بتنفذ على بعضها. طيب تعالوا نشوف موضوع المولكيولار مانيبيليشن. الاكزامبلز دي حفظ وانا جمعتها لكم في الصوره دي وهنزلها لكم على الجروب. اول حته اللي هي اديشن اوف نيو سبستيتوينتس. اديشن اوف نيو سبستيتوينتس بيبقى هدفها ايه؟ يبقى هدفها ان انا لو عندي جزء من الريسبتر غير مستغل، يعني لو انا عندي ريسبتر عامل كده مثلا، وانا عارف ان الجزء ده الحته دي هيدروفوبيك بوكت، هيدروفوبيك بوكت، يبقى انا ممكن اعمل مولكيولار مانيبيليشن ازاي. ممكن اقوم جاي ثانيه واحده معلش، ممكن اقوم جاي وحاطط هنا حاجه بحيث ان انا اعمل ايه، مثلا استغل الجزء الهيدروفوبيك ده بانتر اكشن مختلف. يعني هنا كده انتر اكشن زياده هيبقى هيدروفوبيك انتر اكشن مع حته زياده. يبقى انا كده عملت ايه؟ ضفت النيو سبستيتوينت اللي هو اللي رسمه بالازرق. في موضوع المورفين كان الاكزامبل اللي موجود عندنا في المورفين، كنا بنيجي هنا كده ونركب زي دبل بوند كده، فده اللي كان بيحوله للنالورفين تقريبا. ثواني اتاكد، ده ثواني في غلطه في الرسمه. احنا المفروض بناخد الميثايل دي نركب فيها دبل بوند، فده بيحوله للنالورفين، بيتحول للنالورفين. والنالورفين ده ايه؟ النالورفين ده انتاجونست. يبقى انا حولته من اجونست خليته انتاجونست. طيب التغييرين دول سواء في فوق في اللي هو الاس انهيبيتر او تحت في المورفين اللي خليته النالورفين، انا هنا بتكلم في فارماكوديناميكس ولا فارماكوكينيتكس؟ طبعا فارماكوديناميكس. انا هنا كده بتعامل فارماكو داينامكس. ليه؟ لان انا بتكلم على تاثيره على التارجت. تمام كده، دول المثالين اللي موجودين عندنا في اديشن اوف نيو سبستيتوينتس. هتلاقوا كمان بعد كده في جدول في السبستيتوينتس اللي انا ممكن احطها او الجروبس اللي انا ممكن احطها ممكن تاثر ازاي. فهنا التاثيرات دي كلها فارماكوكينيتكس، يعني او الفيزيكال بروبرتيز بتاعتها، تاثيرها على الابزوربشن، تاثيرها على الميتابوليزم، تاثيرها انها دي بقى انها ممكن تعمل هيدروجين بوند، ممكن تنفذ على الفارماكوديناميكس. تمام، هيدروجين بوند. لكن معظم الحاجات اللي هنا كده في معظم الحاجات اللي في الجدول ده كلها اثار فارماكوكينيتكس، كلها اثر على فارماكوكينيتكس او فيزيكال بروبرتيز، المفروض نبقى حافظينها. وفي حاجات متوقعه، يعني انا مثلا لما احط هيدروكسي جروب اكيد هيزود الاليمينيشن ريت. ليه هيزود الاليمينيشن ريت؟ لان احنا شفنا في الميتابوليزم ان احنا اصلا الميتابوليزم بيحاول يحط هيدروكسي جروب علشان بعد كده يحصل فيز 2، فلو هي عليها هيدروكسي اصلا اوريدي يبقى هيحصل لها ميتابوليزم سريع. واكيد طبعا انتوا عارفين الهيدروكسي دي بتعمل هيدروجين بوندينج، فمعناها انها بتدوب في المياه اكتر، يبقى هتقلل اللايبوفيليستي وتزود وتزود السوليبيليتي على الهيدروفيليست. ففي حاجات مش محتاجه انك تحفظها، يعني حاجات منطقيه جدا. يبقى دي اول حاجه اللي هو addition of new substituents. تاني حاجه معانا كانت changing size and shape.
changing size and shape. changing size and shape دي كانت بتبقى عبارة عن ايه؟ يا اما بنغير in number of carbons, number نتخن خط شوية, يا اما بنغير في number of carbons, يا اما بعمل ايه, يا اما بعدل في الرينج سيستمز. رينج سيستم ما يبقاش عندي رينج واخلي فيه رينج او العكس. تمام. طيب ايه الامثله اللي خدناها؟ الامثله اللي خدناها الاول, اول مثال خدناه بتاع الابنفرين اللي هو اللي مرسوم قدامنا ده, تعال نكتب اسمه الشاب ده اللي هو الابنفرين. واتفقنا الامثله دي حفظ, صح؟ الابنفرين كنا بنعمل فيه ايه؟ كنا بنيجي ونقوم مزودين ميثايل, ومزودين اسف هو ثواني عاملين ايه, ثانيه واحده, بنيجي على الميثايل بتاعته ونقوم محولينها لكده, بدل ما هي ميثايل بقى فيها اتنين ميثايل جروبس زياده. تمام. فده عمل ايه؟ ده خلاه بدل ما الابنفرين بيشتغل على الالفا والبيتا, خلاه يشتغل على بيتا اونلي, بيتا اجونست اونلي, اللي هو اسمه ايه؟ اسمه ايزوبرينالين. يبقى احنا حولنا الابنفرين لايزوبرينالين عن طريق ان احنا غيرنا الميثايل جروب وخليناها ايه, خليناها الايزوبروبايل دي. طيب تاني مثال كان المورفين او مورفين ديريفاتيف اللي موجود قدامنا ده, المرسوم قدامنا دلوقتي مورفين ديريفاتيف اسمه ايه؟ اسمه اوكزومورفون. فاحنا عملنا فيه ايه؟ لو فاكرين احنا من شوية خدنا المورفين وغيرنا فيه حتة صغيرة هنا كده, حطينا اللي هي الالايل جروب دي حتة صغنونة قوي, فبقى اسمه المورفين وبقى انتاجونست. المورفين فيه حاجة غريبة انك لو حطيت حتة كبيرة بقى هنا كده بيبقى أجونست قوي. تعالوا نشوف, يعني الأوكزومورفون ده مش هنحط فيه حتة صغيرة فوق, لا ده هنحط حتة كبيرة. بص بقى, هناخد بدل الـ OH دي هنخليها تشين كده وفيها ايه, وفيها بنزين رينج هنا كده, شبه اللي عملناه الى حد ما فوق في الـ S inhibitor ده, ان احنا زودنا الرينج دي. فهنا نفس الحكاية, ده برضو بيستغل هيدروفوبيك بوكت في الايه, في الانزيم. طب واحد هيقول لي طب ليه المثال ده ما حطناهوش هنا, يعني مع الاديشن اوف نيو سبستنس؟ والله ممكن, بس هو عشان كان في او اتش اصلا وشلناها وحطينا حاجة تانية يعني, بس اديكوا خدتوه كده. فالاوكزومورفون ده لما بيتعدل بالمنظر ده بيدي حاجة تانية خالص, في اللي هي طبعا احنا عارفين ان دي اسمها فينايل رينج يعني, ودول كده اتنين كاربنز او اتنين ميثيلين فاسمهم ايثايل. تمام. فالدريفاتيف ده اسمه ايه؟ اسمه فينايل ايثايل مورفين, وده اجونست قوي قوي عن الايه, المورفين نفسه او الاوكزيمورفون. طيب عندنا المثال ده كمان, المثال اللي تحت ده بقى مثال على ايه؟ مثال على تغيير size of the ring. يعني احنا شايفين هنا كده في ring في النص 5 membered, احنا هنخليها 7 membered. فلما نخليها 7 membered الجزء ده بيتحرك لتحت شوية, لما بيتحرك لتحت شوية بينتراكت مع الانزيم احسن, بينتراكت مع الانزيم بطريقة احسن. فلما احنا بنحركه يعني بدل ما هو 5 membered المنظر ده, خليناها 7 membered ring. تمام. فزقت الجزئية اللي هي الرينج اللي فوق دي, زقتها وخلتها تحت هنا كده. تمام. طيب فالتعديل ده خلاه يعمل هيدروفوبيك انتراكشن في المكان الصح. عندنا مثال كمان لل changing size and shape. المثال ده الدراج ده لما بيخش جوه الجسم بيحصله ميتابوليزم بسهولة. ليه؟ لان بيحصله ديميثيليشن وبعد كده ديميثيليشن تاني وبيتفضل NH2. تمام. وبعد كده يحصل دي امينيشن, يعني دي كلها تتكسر من هنا كده. فاحنا
هنعمل فيه تعديل بحيث انه ما يحصلوش ميتابوليزم بالمنظر ده. هنعمل فيه ايه؟ هنقوم مركبين رينج هنا كده، نعمل incorporation of الحتة دي نعمل لها incorporation into ring. فساعتها هيبقى النيتروجين دي هتبقى NH بس، يعني هيحصل ممكن يحصل يعني هو هيبقى فيها ميثايل جروب واحدة، طبعا ممكن يحصل دي ميثيليشن للميثايل جروب الواحدة وهتفضل NH. ال NH دي مش هينفع يعني مش هينفع يتكسر الرينج من هنا او من هنا عشان يحصل ايه دي امينيشن بعد كده، فده بيعطل الايه الميتابوليزم. واخر مثال من الامثله دي كان المثال بتاع الداي ايثايل ستيلبستيرول اللي هو بيجي من الاسترادايول، الشاب اللي مرسوم قدامنا ده الاسترادايول. فاحنا غيرنا كل الرينج سيستمز دي وطلعنا بالايه اللي هو الداي ايثايل ستيلبستيرول اياه اللي بيبقى عامل كده. تمام، اظن كل الناس عارفه شكله، يعني يبقى عامل كده، في او اتش هنا و اتش الناحيه الثانيه. فكل الحتة دي اتزبطت في الحقيقة في الحتة دي. طيب احنا كده عندنا كم مثال حتى الان؟ قلنا المثال بتاع addition of new substituents، قلنا عليهم مثالين اللي هو المثال بتاع الاس انهيبيتر اللي حطيناه اللي هو الشين والرينج دي، والمثال بتاع المورفين اللي خليناه نالورفين اللي هو انتاجونست، قلبناه من اجنست لانتاجونست. بعد كده في changing size and shape قلنا كم مثال؟ قلنا الإبنفرين اللي كنا بنغير بس حتى ميثايل جروب زيادة بتخليها أو اتنين ميثايل جروبس بيخليه يملى الحتة دي في البوكت بتاع البيتا وما يعرفش يدخل في البوكت بتاع الألفا، فساعتها بيبقى بيتا أجونست بقى. واتكلمنا عن الأوكزيمورفون اللي عملنا فيه تشين اللي هي فينايل إيثايل، فده بيبقى أجونست أقوى. واتكلمنا عن ازاي بغير عدد الكاربونز اللي في الرينج فبحرك الاجزاء من الاستراكشر ريليتيف تو وان انذر. وفي حته هنا عملناها علشان نحمي الامين من انها يحصل لها دي امينيشن، وهنا الاسترادايول شلنا رينجات كتيره وحولناها ايه لحاجه الفاتيك الى حد ما. طيب تالت حاجه رينج فاريشن. الرينج فاريشن ممكن نعتبر دول رينج فاريشن، بس لما بنتكلم عن الرينج فاريشن يعني احنا كده احنا غيرنا في الرينج وفوق دي غيرنا في الرينج برضو، بس لما بنتكلم عن الرينج فاريشن بيبقى المقصود بيها غالبا ان احنا يبقى عندنا رينج زي دي كده ونقوم عاملين فيها حاجه نخليها هيتيرو اتوم سبستيتيوشن، نحط نيتروجين هنا بس. تمام، فده رينج فاريشن بيبقى هدفه ايه؟ بيبقى هدفه ان انا ازود سايت فور اتش بوندينج. حلو جدا، يلا نكمل. في عندنا بقى 4 و 5 related to one another اللي هو structure simplification وعكسها structure rigidification. يعني ايه structure simplification؟ يعني انا عندي structure زي الكوكين ده بحاول اسهله شوية، فهتلاقينا ايه في دايما بتبقى رينجات وبحاول اخليها straight شوية، يعني اشيل بقى الرينج structure بتاعها زي ما عملنا في الاسترادايول والدايثال سيربستير. فهنا بنعمل ايه؟ بدل اللي هي الرينج الحته الكبيره دي كلها حطينا بس ايثايل جروب، فعمل حاجه شبه الكوكين اللي هو اللي اسمه ايه اللي اسمه البروكين. تمام، وبعد كده ده اللي تحت ده اللي هو الفيزوستيجمين. فيزوستيجمين معلش انا كتبتها غلط، فيزوستيجمين. شلنا الجزئية دي كلها وبقى حاجة عاملة كده، يعني دي البنزين رينج اللي هنا دي، وبعد كده عندنا مش عارف في نيتروجين وماسك في ثلاث حاجات فعشان كده عليه بلس تشارج بوزيتيف تشارج، وده اللي هو النيوستيجمين. نيوستيجمين، طب احنا هدفنا هنا ايه؟ يعني ليه بنعمل الستراكشر سمبليفيكيشن؟ الحاجات دي بقى لازم نبقى عارفينها علشان ممكن تيجي لك في الاسي. انا ليه بعمل ستراكشر سمبليفيكيشن؟ في حاجتين ليهم علاقة بالفلوس. تمام، ايه اللي ليه علاقة بالفلوس؟ ان انا ده بيبقى simpler synthesis و طالما simpler synthesis بيقلل البرودكشن كوست. تمام،
وفي حاجتين تانيين ليها علاقة بالبروبرتيز بتاعتها، ان هو بحاول ازود السلكتيفيتي بحيث ان انا كمان ممكن اقلل السايد افكتس. يبقى احنا ليه بنعمل structure simplification؟ عشان الاربع حاجات دول. طيب structure rigidification يعني ايه؟ العكس، بيبقى structure simple واعمله rigid. زي ايه؟ زي structure المرسوم قدامنا ده، هنعمل عليه rigidification، فنخلي الحتة دي كده تبقى فرينج. طب انا عملت rigidification ده ليه؟ to lock the structure in its bioactive conformer. يعني لو هو ليه كذا conformation، الstructure بمنظره ده هنا كده ليه كذا conformation، فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بنثبته في الconformer الصح اللي بينتراكت بيه مع الايه؟ مع التارجت. تمام؟ عندنا حاجة زي كده مثلا، نتخيل ان الجوانين دي عشان تنتراكت مع التارجت لازم تبقى فوق هنا كده، فالتشين دي ممكن تلف كتير، فاحنا بنعمل ايه؟ نحاول نثبتها في الايه؟ في الستراكشر اللي احنا عايزينه. ممكن نثبتها في الاسف كونفورمر اللي احنا عايزينه. نثبتها ازاي؟ هتلاقي طريقة من التثبيتات، مش عارف، حط تريبل بوند، وطريقة تانية حطينا بنزين، وحطينا امايد، حاجة عاملة كده. لان طبعا الامايد دي ليها ايه؟ بارشل دبل بوند كاركتر، فبتبقى ثابتة. تمام؟ ده الستراكشر ريجيديفيكيشن، الامثله اللي شفناها في الستراكشر ريجيديفيكيشن. يبقى دول الستراكشر سمبليفيكيشن وريجيديفيكيشن. تعال نبص على الاوبستراكتيف جروب والشيلدنج جروب. اوبستراكتيف جروب بتعمل ايه؟ اوبستراكتيف جروب بتصد الميتابوليزم. يعني انا عندي هنا كده، ده كده ممكن يحصل له ميتابوليزم، زي ما خدنا في محاضره الميتابوليزم بيتركب فيه او اتش والكلام ده. فاحنا نعمل ايه؟ بدل السي اتش 3 اللي بيحصل لها ميتابوليزم اشيلها خالص واحط بدلها سي ال، او احط بدلها سي اف 3. ده كده obstructive، بيمنع الميتابوليزم اصلا. تمام؟ او ممكن كنت اركب حاجة هنا كده، فده يبقى steric shielding، علشان ما ينفعش الانزيمز تيجي، ما تعرفش تيجي وتايه وتعمل له ميتابوليزم. بس المثال اللي هو بتاع التولبيوتاميد اللي مرسوم قدامنا ده، اتحول للكلورو ديريفاتيف. تمام؟ طيب المثال اللي تحتيه ده واحد من البنسلين ديريفاتيفز. فالبنسلين ديريفاتيفز بيبقى عندنا جزء هنا دي لابايل، طبعا دي اللي بت ايه؟ اللي بيجي البيتا لاكتاميز ويكسر فيها. تعرفين ان البكتيريا، احنا اصلا بنعمل البنسلين علشان يروح يكسر السيل وول بتاع البكتيريا، فالبكتيريا بتقوم عامله بيتا لاكتاميز عشان يكسر البنسلين. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بنبقى عايزين نحمي المنطقه دي، عايزين نحميها من الايه؟ من البيتا لاكتاميز، عشان ما يجيش يهاجمها. فبنعمل ايه؟ نحاول نزود الستيريك هيندرنس هنا. فهنزود الستيريك هيندرنس ازاي؟ نقوم مركبين بنزين رينج هنا مثلا. تمام؟ وده اللي اتعمل في الاستراكشر بتاع ال داي فينيسيل. تمام؟ كويس. وبعد كده اخر مثال كان بتاع البروكين. طبعا الاستر اللي مرسوم بالازرق ده لابايل جدا، اي استريز معدي هيقوم كسره. فاحنا عملنا ايه؟ قمنا محولين البنزين دي لزايلايل ديريفاتيف، فيها اتنين ميثايل كده. فده طبعا الطريقه دي ايه بقى؟ الطريقه دي ستيريك شيلدينج، والطريقه بتاعه الدايفينيسيلين برضو ستيريك شيلدينج. هنا دي ستيريك شيلدينج. تمام؟ اللي فوق دي كانت ايه؟ كانت اوبستراكتيف. فاحنا هنا عملنا ايه؟ ال حطينا الاثنين ميثايل دول، فدول عملوا ستيريك شيلدينج. تمام؟ ستيريك شيلدينج. بس مش كده وبس، احنا من جايين عاملين ايه بقى؟ ومن محولين ده كده حولناه للاستر بتاعه، فعمل اللي هو الايه؟ عمل الليدوكين، حولناه اسف للامايد بتاعه. والامايد طبعا، ايه؟ سترونجر عن الاستر، فده يعتبر ايه؟ يعتبر obstructive. هو طبعا مش 100% obstructive، بس obstructive اكتر من بي oppose الميتابوليزم اكتر من الاستر. طيب يبقى دول الست حاجات بتوع ايه؟ دول الست حاجات بتوع المولكيولر مانيبيوليشن. طبعا الاكزامبلز دي لازم نبقى عارفينها. الايزوستيرز بقى، الايزوستيرز متقسمين في المحاضره لكلاسيكال ونون كلاسيكال ايزوستيرز. تمام؟ الكلاسيكال ايزوستيرز، في كلاسيكال ايزوستيرز يعني في بين الاتومز سام سورت اوف كيميكال سيميلاريتي،
كيميكال بمعنى انتوا عارفين ان الاتوم بيبقى مش عارف فيه نيوكليوس وحواليها الكترونز. يعني المهم ان التوزيع بتاع الالكترونز بيبقى فيه تشابه ما بينهم. زي ايه؟ لو انا غيرت في الاتومز بحيث ان عدد الالكترونز اوفر اول يبقى زي بعض. طيب تعال نشوف من ناحيه البريودك تيبل ايه الايزوستيرز اللي موجوده في البريودك تيبل اللي موجودين في نفس الكولم. يعني مثلا الفلورين ومعهم الكلورين والبرومين، كل دول هتلاقي في الاوتر موس انرجي ليفل عاد نفس العدد من الايه من الالكترونز فيهم كلهم، وهم كلهم ليهم نفس البروبرتي حتى بنسميهم هالوجينز. تمام، فيبقى الحاجات اللي في نفس الكولم سيم كولم دول ايزوستيرز حسب البريودك تيبل. طيب في حاجات اسمهم سودو ايزوستيرز. سودو ايزوستيرز دول بيتبعوا جريمز هيدرايد ديسبليسمنت لو. يعني ايه؟ يعني احنا لو بصينا في البريودك تيبل هنلاقي احنا عندنا الكربون، جنبيها النيتروجين، جنبيها الاكسجين، جنبيها الفلورين، وبعد كده النيون. تمام، الكربون عنده 6 الكترون مش عارف، ده عنده 7، ده عنده 8، ده عنده 9، وده عنده 10. طيب ده معناه ان كربون زائد هيدروجين يعني 6 و 1 شبه النيتروجين، ده بيسموه هيدرايد ديسبيسمنت لو. يبقى ساعتها ال CH دي كلاسيكال ايزوستير للنيتروجين، ونوع ايه؟ نوع سودو ايزوستير. تمام، طب لو زودنا هيدروجين كمان يبقى CH2 كلاسيكال ايزوستير للاكسجين. تمام، او ال NH كلاسيكال ايزوستير للاكسجين and so on. يبقى دول النوعين بتوع الايزوستيرز. طيب في حاجة برضو مهمة بقى للامتحان بالذات، بنقسم الايزوستيرز حسب النمبر اوف بونز. يعني ايه؟ يعني بقسمهم الى مونوفالنت او دايفالنت او ترايفالنت، او بنعمل بن 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 بنقسم كل دول لو تحملوا في رينج بنقول ان هو رينج ايكويفالنت. هقول لكم يعني ايه دلوقتي رينج ايكويفالنت. مونوفالنت يعني ايه؟ يعني لو انا عندي ستراكشر وفي مثلا او اتش، انا ممكن اشيل الستراكشر دي واحط حاجه زي سي اتش 3. تمام، الفكره في الموضوع ايه؟ الفكره في الموضوع البوند اللي انا بعلم عليها دي، الجروب دي عامله بوند واحده والجروب دي عامله بوند واحده، يبقى دي كلاسيكال ايزوستيريك ريبليسمنت. نوعه ايه؟ نوعه مونوفالنت. طب لو انا عندي حاجه عامله 2 بوندز كده، يبقى انا ممكن احط بدلها حاجه كده، يبقى سي اتش 2 دي كلها دايفالنت ايزوستيريك ريبليسمنت للاكسجين، وهكذا في الترايفالنت. طيب لو ده حصل جوه رينج، يعني لو انا عندي رينج عامله كده وانا عملت كلاسيكال ايزوستيريك ريبليسمنت بالمنظر ده مثلا NH، ده المفروض انه دايفالنت، بس علشان حصل جوه رينج بيسموه رينج ايكويفالنت. تمام، احنا كده خلصنا الكلاسيكال. النون كلاسيكال بقى مش ماشيين برول كيميكال كده، النون كلاسيكال مش ماشي برول كيميكال. والايزوستيرز اللي في المحاضره كتير منهم يعتبروا بايو ايزوستيرز اللي مكتوبين عندنا في المحاضره، ودول للأسف بيتحفظوا. يعني عندك الهيدروكسي اللي هو بيبقى عامل كده الـ OH، إيه اللي ممكن يبقى isosteric replacement ليها؟ الميثايل OH، أو يعني عندي تبقى C بدل OH هتبقى فيها HCH2OH. تمام، ده الـ replacement بتاعه، أو هشبك فيها يوريا، يعني بدل ما حط OH هم حطت إيه؟ هم حطت NH وبعد كده C double bond O وبعد كده NH2، يبقى أنا كده شبكت يوريا. أو ممكن أشبك ميثايل سلفوناميد، يعني بدل ما أشبك الشاب ده هم شبك مثلا هم شبك NH وبعد كده السلفوناميد SAO2 ميثايل سلفوناميد، يعني مثال سلفونامايد معكوس. تمام، يبقى دول الهيدروكسي. طب الأمايد، الأمايد اللي هو عامل ازاي؟ الأمايد اللي هو في C double bond O NH. طيب ده ممكن ابدله احط ايه بداله؟ احط العكس بتاعه، يبقى NH C double bond O، فده بيسموه reverse amide. او ممكن احط يوريا، بس اليوريا ساعتها مشبوكة من ناحيتين، لان انا عندي اتنين هنا، عندي شبكة من هنا وشبكة من هنا، فينا شبكة من هنا وشبكة من هنا،
فانا اليوريا هتبقى نفس الحكايه بس مشبوكه من الناحيتين، عندي ان اتش ان اتش وبعد كده سي دبل بوند او بعد كده ان اتش وايه والشبكه الثانيه تمام. او ممكن اشبك سلفونامايد والسلفونامايد ساعتها هيبقى مشبوك من اليمين من الاس او من حته يعني من اس او 2 وبعد كده السلفونامايد بقى اصلا في ان اتش ويبقى الشبكه الثانيه دي الشبكه دي يبقى مشبوك من الناحيتين. طيب الكربوكسيليت اللي هي سي او او ماينس اللي بيبقى بدلها عندك السلفونامايد والتترازول والاي والسلفونيت والفوسفيت. طبعا الحاجات دي بقى ذكروها، الهالوجينز بيبدلوا بعض طبعا، والهالوجينز في الحاله دي لو انت عملت كلاسيكال ايزوستيريك ريبليسمنت بدل الاف هيبقى مثلا سي ال بي ار، لكن هتلاقي ان في حاجات نون كلاسيكال اللي هي ايه بدل ده تحط سي اف 3 او بدل الفلورين والكلورين تحط سيانو. طبعا الحاجات دي بتغير الايه بتغير البروبرتيز تمام. وعايزكم بقى تقرا الجزء بتاع تغيير البروبرتيز اللي موجود في المحاضره. في حته خبيثه شويه النيترو، النيترو ليها ايزوستيريك ريبليسمنت غريب شويه، بدل ان او 2 الرينج دي كلها بتتحول تبقى بيريدين رينج المنظر ده. طبعا ايه كده احنا خلصنا هذه المحاضره اللطيفه اللي هي اللكتشر بتاعه الليد اوت.